ايه على فين المره دي؟ هتفرق معاك يعني؟ تعالى يا ابني هاته معاك. ايمن جاني زي ما انت قلت وطلب يشتغل مكان عمرو، وافقت. مش ده اللي انتوا عايزينه؟ والله نجربه، لو ما نفعش نشوف غيره. اي حد ده انا مش فارق معايا. كين اصلا انت ايمن، انت تعمل كده؟ عملت ايه يعني؟ وايه اللي مسخنك عليا قوي كده؟ يعني مش عارف انت عملت ايه؟ انت بعت عمرو، الراجل استنجد بينا وقال لنا وقفوا جنبي وساعدوني، وانت جيت من وراه وخدت مكانه وبتقول لي عملت ايه؟ هي دي الرجوله؟ هي دي وقفتك جنبه؟ هو ده اللي قدرت تعمله مع صاحبك وصاحبي؟ بقول لك ايه؟ عمرو امين لو كان مكاني كان عمل نفس اللي انا عملته بالظبط. وبعدين يا اخي ما خدش مكانه ليه يعني؟ مش احسن ما كانوا يجيبوا حد من بره؟ لا بره ولا جوه. المكان ده بتاع عمرو والبرنامج ده بتاعه، ومش هيرجع له يا طارق، وانت عارف كده كويس. وحتى لو خرج من اللي هو فيه ومش هيخرج، جمال بيلا هيدخله المحطه ولا هيرجعه البرنامج. ليه؟ عمرو عمل ايه لكل ده؟ انت مصدق بجد ان هو قتل لينا؟ انت هتجنني؟ مش مهم قتلها ولا ما قتلهاش، المهم ايه اللي وصل لجمال وهو مصدق ايه، وهو قال لك الكلام ده بنفسه امبارح. يا انا يا عمرو. يبقى عمرو طبعا، ولو كلنا اخترنا عمرو هنخسبه على ده. يبقى هيمشينا كلنا يا طارق. ده جمال الشربيني وده عمرو امين صاحبنا، ولا انت نسيت؟ صاحبي وصاحبك على القهوه ده شغل، ولا انت نسيت عمرو امين ده عمل فينا ايه زمان اول ما بدانا؟ نسيت يا طارق؟ نسيت عمرو امين كان ايه قبل ما يقلب ويبقى عمرو امين مقدم برنامج حواديت بلدنا؟ اللي عمرو وصل له ده بمجهوده وتعبه، بتعبنا احنا وبمجهودنا احنا. ولا نسيت اصلا ان البرنامج ده كان بتاعي وانا اللي اديته لعمرو لما كان معدي زيه علشان يوصله لجمال بيه، وهو اللي طمع فيه وخده لنفسه؟ وطول السنين اللي فاتت دي مين اللي شايلين البرنامج؟ مش انا وانت طارق، انا وانت اللي شايلين البرنامج ده كله على كتافنا، وهو يجي في الاخر كده زي الباشا يقول كل كلمه انا سهرت اكتبها، وكل الجوائز اللي كان بياخدها دي مش من حقه اصلا. ايه اللي حصل يعني؟ حقي ورجع لي يا اخي. رجع لك تاني على حساب حياة عمرو. بص انا ماليش دعوه باللي عمرو عمله، وبعدين يعني هو لو كان بريء وانا بقيت مذيع البرنامج اكيد هقدر ادافع عنه. انت مصدق الكلام اللي انت بتقوله ده يعني؟ بعد الكلام اللي قاله جمال هتقعد مكان عمرو وتدافع عنه؟ جمال الشربيني يا طارق هو صاحب المحطه، وهو اللي بيحط سياساتها، واحنا لازم نمشي عليه. شفت بقيت بتتكلم ازاي؟ زي ما كان عمرو معودنا نتكلم، ولا نسيت؟ وبعدين من الاخر كده طارق عشان اعمل حسابي، انت معايا ولا لا؟ جايز تكون عرفت توصل للمكان ده، بس عمرك ما هتعرف تملاه. الكرسي واسع عليك قوي يا ايمن،